يا قُدُسٍ الإِله الواحدُ أَمِينَ أَهلًا بِكُمْ في حلقة جديدة من برنامج سورة المَسِيحِ. بِنِعْمَة رَبِّنا حابب أتكلم معاكم النهاردة في موضوع الأَمانة. الأَمانة من الحاجات اللي بتخلي الإنسان متميز سواء على المستوى الروحي أو على المستوى الإجتماعي أو على المستوى الدراسي أو العملي فأي عمل بتمتد إليه يد الإنسان وبيكون أَمين في هذا العمل الله بيرفعه وبيكافئه على طول. علشان كده بنسمعه بيقول في إنجيل متى الإصحاح 25. نعما أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك. مفيش شك إن كل إنسان مننا عايش علشان يسمع هذا الصوت المفرح إنه ربنا يقول لي نعما أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل القليل اللي هو الحياة اللي إحنا عايشين فيها على الأرض هنا فأقيمك على الكثير اللي هو الفردوس وملكوت السماوات هو ده الكثير. لكن دوت ما يمنعش انه لما ربنا بيلاقيني امين بيكافئني حتى على الارض مش بينتظر لما اوصل للسماء ويقول هكافئ هذا الانسان في السماء بيبتدي بمكافئتي من وانا هنا على الارض طبعا دوت الأمثلة عليه واضحة جدا أنه تلاقوا طالب أمين في دراسته ربنا بيرفعه وبيجيب درجات حلوة بيدخل كليات كويسة وبعد كده بيطلع بيشتغل شغلانة مرموقة إنسان مثلا أمين في شغله بنلاقيه إن هو بيترقى ويعني يعني بيجد نعمة في عينين الرؤساء اللي بيشتغلوا معاه أو إنسان خادم أمين ربنا بيرفع أيضا هذا الخادم فموضوع أقيمك على الكثير مش مرتبط بالسماء بقدر ما هو مرتبط بمراحل حياتنا كلها سواء هنا على الأرض أو في السماء بعد كده لكن الأباء قالوا أنه هو يعني القليل مهما ربنا اداني مقارنة بملكوت السماوات فهو قليل مهما ربنا اداني على الأرض فهو مقارنه بالسماء قليل علشان كده انا لما يلاقيني امين في الـ في الـ في القليل اللي هنا على الارض يديني كتير في ملكوت السماوات وهي ديت اعظم مكافاه كلنا بنجاهد وبنسعى من اجلها ان احنا نحصل على هذا الكثير لكن برضو للناس اللي بتقول انه يو انا لسه العمر قدامي طويل انا لسه هفكر في السماء من دلوقتي طب ما هو انت لو امين من دلوقتي ربنا هيكافئك في حاجات كتير من دلوقتي الامانه بتشمل كل عمل بتمتد اليه يدي كل عمل الامانه مش بس في الحياه الروحيه الامانه مش بس في علاقتي مع الله لكن الامانه كمان في علاقتي مع اسرتي في علاقتي مع الناس اللي بتشتغل معايا في علاقتي مع زملائي في المدرسه في علاقتي مع الخدام اللي بيخدموا معايا في الخدمه اللي انا بشتغل فيها في كل امر من الامور الامانه بتحوطني ده مش بس كده ده لما بمشي في الشارع هل أنا أمين في أن أنا أوصل صورة المسيح للناس ليروا فيكم أعمالكم الحسنة حتى لما أكون في وسط مجتمع أنا يعني مش جزء من هذا المجتمع انا مثلا في الشوبينج انا رايح اشتري حاجه انا في جاز ستيشن بحط جاز هل الناس وانا واقف في المكان اللي انا واقف فيه دوت بيشوفوا فيا صوره المسيح بكون امين على النور والملح اللي ربنا اداههم لي والخميره اللي ربنا قال لي انت كمان تكون خميره من اجل ان انت تخمر كل العجين هل انا امين في كل دوت فموضوع الامانه بيمتد لكل عمل بتمتد إليه يديه للاسف في الايام اللي احنا عايشين فيها ديت موضوع الامانه بقى من المواضيع او من الامور النسبيه، بقى بياخد شكل نسبي، يعني ما بقاش في حاجه اسمها امانه مطلقه، وانا هرجع للنقطه ديت كمان شويه عايزكم بس تركزوا معايا في موضوع الامانه النسبيه ديت. خلينا نتكلم على موضوع الاول امثله علشان اعرفكم ازاي بتيجي موضوع الامانه النسبيه. طالب مثلا مجتهد في مذاكرته وبيستغل وقته كويس أوي بنلاقي انه هذا الطالب انسان متفوق او الموظف او الامثله اللي احنا ذكرناها في بدايه الحلقه النهارده. بنلاقي انه القاعده العامه انه طالما انت كنت امين فمن الضروري انه ربنا يرفعك ويعليك. طيب ايه اللي يحصل لو انا كنت امين لكن لقيت انه الحروب بتيجي. احنا اتفقنا انه القاعده انه الانسان الامين ربنا بيكافئه وبيعليه وبيزوده لكن ده ما يمنعش انه الانسان الامين كمان بيجد صعوبات وبيجد حروب لانه عدو الخير يهمه ان هو يسقط هذا الانسان الامين يهمه ان هو يخليه يحود عن سكه ربنا عن سكه مخافه الله طبعا طالما انسان امين يبقى في قلبه مخافه ربنا ودي حاجه ما ترضيش عدو الخير فبيحاول ان هو يحارب هذا الانسان، لكن مش معنى كده ان انا استسلم للحرب دوت. عندنا مثل مشهور وقصه مشهوره كلنا بنحبها، القصه بتاعت ابونا في التاؤوس السرياني اللي هم عملوا له فيلم مؤخرا وسموه نسر البريه، نلاقي انه في بدايه حياته قبل رهبانته اعتقد كان شغال في صدناوي او حاجه زي كده في الحسابات وجيه فرصه لزميله في الحسابات ان هو يختلس وقال له دي فرصه ربنا بعتها لي وهي دي اللي هنتكلم عليها الامانه النسبيه دي فرصه ربنا بعتها لي ارفض النعمه فقال له ترفض نعمه ايه ده انت بتسرق انت مش عارف انت بتعمل ايه فلما قام هدده بالقتل طبعا عارفين القصه راح رمى نفسه من ال من البلكونه بتاعه المكان اللي هو كان شغال فيه والسته العذراء جت وشالته ورفعته الحقيقه انا حابب ان انا كنت احكي القصه ديت علشان اعرفكم انه حتى لو لو انا اتحاربت بسبب امانتي لو انا عدو الخير حسدني على الامانه وعلى الغيره المقدسه اللي موجوده جوايا فلازم اصمم ان انا اعمل الصح مش معنى ان انا اتحاربت ان انا اختار الطريق السهل واقول طب وانا على ايه اوجع دماغي خليني اريح دماغي وامشي في السكه السهله هو دوت اللي عدو الخير عايزني ان انا اعمله انه انا لما يتعبني شويه لما يعمل شويه شوشره شويه اقوم ايه اقول خلاص خليني ماشي في السكه السهله لكن المسيح يقول اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق لانه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي الى الهلاك وكثيرون هم الذين يجدونه لكن يقول ما اضيق الباب واقرب الطريق الذي يؤدي الى الحياه وقليلون هم الذين يجدون دايما السؤال اللي بنساله يا ترى انت من القليلين اللي بيجدوا الباب اللي يؤدي الى الحياه ولا يا ترى انت من الكتار اللي بيختاروا الباب السهل يا ترى لما بتتحارب في امانتك بتظل امين بتبقى امينا ولا مع اول تجربه او اول اختبار بتفقد هذه الامان وشفنا المثل اللي, احنا قلناه بتاع ابونا في التاوس السرياني ليه انا بقول انه الامانه بقت نسبيه اولا سامحوني على استخدام اللفظ دوت لانه مفيش حاجه اسمها امانه نسبيه يا اما امين يا اما غير امين هو دوت اللي احنا نعرفه زي ما بيقول كده يا ابيض يا اسود مفيش مفيش حاجه في النص يا ابيض يا اسود يا صح يا غلط يا امين يا غير امين للاسف دلوقتي بنسمع ايه انه طالب مثلا يدخل امتحان ويقول ايه انا ربنا سهلها لي في الامتحان دوت سهلها لك في الامتحان ازاي بعت لي واحد مراقب ما كانش يعني مفتح عينه قوي فكانت الدنيا سهله قدرت اخش موظف مثلا زي الموظف اللي كان شغال مع ابونا في التاوس دوت جاله فرصه ان هو يختلس سواء من الفلوس سواء من الوقت يقول لك ده ربنا مسهلها لي. كتير بتحصل هنا انه انا لقيت واحد يمضي لي آه ان انا وصلت شغلي في المعاد الفلاني 8 الصبح مثلا في حين ان انا بالفعل انا وصلت تسعة او تسعة ونص او حتى 8 وربع بعد الميعاد بربع ساعه فانا ما زلت غير امين فهنا دي بيسموها امانه نسبيه لكن طبعا دي خدعه او حيله من عدو الخير ما فيش حاجه اسمها امانه نسبيه انت يا اما امين يا اما غير امين الطالب اللي جاله فرصه يغش ده كان غير امين ان هو آه غش، الموظف اللي جاله فرصه لواحد ان هو يتشيك هم ان يعني يدخله بدري عن ميعاده اللي هو جه فيه او يتشيك هم اوت اللي هو يمشي احيانا وبعد كده يمشي مثلا الساعه 3 واحد يعمل له آه آه ان هو خرج من الشغل الساعه 4. طب ما انت اتحاسبت على ساعه انت ما تستحقهاش، انت ما كنتش موجود او انت حد مضى بدالك بدري وانت ما كنتش موجود فانت غير أمين علشان كده نرجع تاني يا إما أمين يا إما غير أمين مفيش أبيض أو أسود في شاب مثلا يقول إيه أنا بدأت أتعرف على بنت مثلا ويكون الشاب دوت في سن ثانوي في مرحلة الهاي سكول بس يقول أنا أمين معاه أنا مش بعمل حاجة غلط أنا مش بعمل حاجة تغضب ربنا بس أنت لازم تعرف وأنت لازم تعرفي أنه مجرد هذه العلاقة هي في حد ذاتها عدم أمانة لمجرد أن أنت ترتبط في علاقة آآ آآ لسه أنت مش مهيئ أنه العلاقة دي تقودك للزواج هو ده مفهوم العلاقة أو الديتينج حسب المسيحي أنه العلاقة مع هذا الإنسان هتقودني أنه هذا الإنسان يكون زوجي أو زوجتي في يوم من الأيام طب لما أنت في هاي سكول وتقول أنا أمين أنا ما بعملش حاجة غلط مجرد أن أنت تكون في علاقة زي كده أو أنت تكوني في علاقة زي كده فده في حد ذاته عدم أمانة مش بس كده يا اللي بتقول كمان ان انت مش بتعمل حاجة غلط انت منتاش اقوى من داوود اللي وقع في الغلط ولا اقوى من العظماء ولا من شمشون ولا غيره وغيره اللي وقعوا في الخطية طرح الكثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء انا مينا عشان اكون اقوى من الناس ديت فدي برضو يسموها امانة نسبية اه انا جايز العلاقة نفسها تكون مش مظبوطة لكن انا مش بعمل حاجة غلط لا العلاقة مش مظبوطة العلاقة غلط وقتها غلط ولازم افحص نفسي واراجع نفسي من جهه الامانه. خلونا ننتقل لموضوع الامانه في الخدمه، خادم مدارس الاحد، خادم الشباب، خادم الكورال او ايا ما كانت الخدمه اللي حضرتك او حضرتك مسؤولين عنها في الكنيسه. يا ترى ايه مقدار امانتي في هذه الخدمه؟ يا ترى لو انا خادم مدارس احد مثلا، ايه مقدار امانتي في تحضير الدرس اللي انا بحضره للمخدومين؟ هل بعيش الدرس وبعيش الكلام اللي انا بقوله للولاد الصغيرين او للشباب قبل ما اقول الكلام دوت ولا انا بس جاي بقدم كلام لكن في الحقيقه في العمل آه مفيش او في الفعل ما فيش. احيانا نتصور انه الامانه بقى بتاخد شكل مش مظبوط. نشوفها في حقل الخدمه انه واحد آه يتعب انسان لمجرد مثلا نفترض مثلا حاجه بتتباع في الكنيسه آه نلاقي انه انه بيحرجوا الناس علشان مثلا سنت علشان حاجه بسيطه اصغر عمله علشان دولار انت لازم تدفع والا تكون غير امين ونبتدي آه في حين انه الانسان دوت ممكن ما يكونش في جيبه ال ال المبلغ البسيط دوت مش معاه تشينج مثلا مش معاه فكه فمش قادر بس انا اقول انا خادم امين انا في الحقيقه انت اعصرت غيرك انت اعصرت غيرك يا اللي متصور انه انت امين ف حتى الامانه لازم يكون مصحوبه بالحكمه، لازم يكون معاها آه الحكمه، لازم اربح النفوس للاخرين. آه لله أز أربح, أربح نفوس الآخرين لله ما أن أنا برضو آه اللي هو الرجوع لحتة الأمانة النسبية أن أنا أعمل حاجة غلط علشان أرضي الآخرين على حساب الله أبدا أنا مش بعمل كده لكن في حاجة اسمها آه common sense في حاجة اسمها أن أنا أفكر بصورة معقولة أربح بيها الآخرين وما سبب لهم آه في علاقتهم مع الله وفي علاقتهم مع الخدمة ومع الكنيسة ام مقدار امنتي في علاقتي مع الله هل انا امين في علاقتي مع الله هل انا امين في قانوني الروحي او كتير بكون موجود في الكنيسه واخدم واكون خادم يعني نشيد جدا ومتعاون جدا وكل الناس تشوف حاجه جميله خالص لكن للاسف عندما بروح البيت خلاص ما بقاش ما بقيتش قادر أقول أنا تعبان اليوم راح خلاص أنا مش قادر طب ما هو ربنا يعني ما شافش كل التعب والمجهود اللي أنا قدمته طول اليوم دايماً دايماً الحاجة اللي بنعملها قدام الناس وقدام عينين الناس وبنجد عليها مديح من الناس بتكون كده بتسبب لنا نشوة وفرح لكن عند الحاجة اللي في الخفة ديت الحاجة بقى إيه محدش شايف فما فيش مشكلة لو نمت ما فيش مشكلة لو استهترت مثلا في الكنيسة أبقى واقف متهلل بالروح ورافع إيدي وقلبي وبصلي وحاجة جميلة خالص لكن عندما دخلت في, في, في قطتي وعندما دخلت في مخدعي لما قال لي ادخل ادخل لقطك ادخل لمخدعك واخلق بابك وأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجزيك على نية للأسف أوقات كتير ما بباش لاقي طب ليه كنت لاقي في الكنيسة لكن مش لاقي بره الكنيسة هو دوت المعيار ده معيار الإنسان الأمين معيار الخادم الامين او اك كتير زي ما قلت لحضراتكم انه الحاجه اللي الناس شايفاها وبتمدحني عليها بيبقى طعمها حلو بتبقى سهله وجميله لكن الحاجه اللي في المخدع دي اللي بتبقى صعبه لكن خليني اقول لك حاجه النهارده اللي في المخدع هو اللي بيبارك كل حاجه مش اللي بره هو اللي بيبارك اللي جوه لكن اللي جوه هو اللي بيبارك اللي بره. لما تكون امين مع الله في علاقتك في المخدع ثق تماما انه ربنا هيبارك في كل عمل. لكن ماذا ينتفع الانسان لو كل اللي حواليك مدحوك لكن ما كانش في امانه في المخدع؟ يبقى ملهاش اي لازمه. كل الناس اللي اتكلموا عنك دي الناس ممكن تتقلب بعد دقيقه. ويكلموا ضدك زي ما اتكلموا عليك كويس يكلموا ضدك يبقى ايه المعيار المعيار هو امانتي في علاقتي مع الله يا ترى شكل علاقتك مع الله بتكون ايه هل وانت بتخدم بتقرب الناس للمسيح ولا مهتم جدا ومهتمه جدا ان انت تجذبيهم لنفسك في قصة في سفر الملوك في الكتاب المقدس العهد القديم الملوك الأول بتكلم على سليمان بتتكلم على الملك سليمان و و وأثناء حياته إن هو عمل شر كتير وخطايا كتير لكن بسبب داود أبوه وأمانته معاه فربنا قال له أنا مش ههلك ابنك أو مش ههلك نسلك اللي هيجي منك اللي هيقعد على كرسيك لكن هيجي الخراب أو الانقسام من بعد ابنك دوت فسليمان خالص لأن هو قدم توبة في آخر أيامه لما قال باطل الأباطيل الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس ولما قال فلنسمع ختام الأمر كله فلنتقي الله ونحفظ وصاياه لا فده كله يورينا أن سليمان لم يهلك. لكن إيه اللي حصل بعد أيام سليمان؟ جه ابنه كان اسمه رحبعام وجي عدو الابن دوت واحد اسمه يربعام وبدأت مملكة إسرائيل تنقسم لنصين. راح بعام بقى هو ملك يهوذا من اجل وعد الله لداود انه مملكه يهوذا هتكمل كرسيك هيكمل وكل اسرائيل باقي الاصباط مشي ورا واحد اسمه يربعام ابن نبات عمل ايه عمي يربعام دوت قال لك الناس لما بتحب تعبد ربنا بتعمل ايه بتروح للهيكل في اورشليم وأورشليم طبعا يهوذا موجوده في اورشليم فالوضع كده هيكون صعب قال لك لو راحوا هناك مكان الهيكل يبقى ايه الناس ديت هتبعد عني الناس ديت ممكن اهل يهوذا او سكان يهوذا يستميلوا قلوبهم ويبتدوا يهيجوا عليا ويعصوني راح أملهم لهم ايه بنالهم مرتفعات ومذابح للاوثان وقال لهم هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر وبدأ يقول لباقي كل الأصباط اللي هو كان ملك عليهم إن هي دي الآلهة بتاعكم لو عايزين تعبدوا لو عايزين تبخروا روحوا للمذابح دية وما فيش داعي للإله اللي موجود في أورشليم يا ترى كان إيه الغرض من كده الغرض إيه إن هو يحافظ على الملك بتاعه بس يا ترى يا عام انت كده قربت الناس منك ولا قربت الناس من الله طبعا فضل بعد كده كل ملك شرير يجي يقول له ربنا ايه انت هتهلك لانك مشيت في سكة ياربعام ابن نباط لانك عملت الشر في عيني الرب مثل ما فعل ياربعام ابن نباط فهل انت في الخدمة امين انه انت توصل الناس لله وتحببهم في الله ولا انت مهتم بسلطتك مهتم بنفوذك مهتم بحاجات كتير ليس لها علاقة البتة بالله وبإن أنا اقرب الناس مع الله دي طبعا من من النقط المهمه جدا اللي لازم ان احنا ناخد بالنا منها في مجال الخدمه أه هل امنتي في المخدع والخفى بمقدار أمانتي في الـ في الـ في العلن السؤال دوت مرتين مهم جدا محتاج ان انا اساله لنفسي هل يا ترى زي ما الناس بيشوفوني ربنا بيشوفني في المخدع ولا انا بس مهتم بالظاهر والخارج أمانتي هي أني أدين نفسي وأحكم على نفسي في كل موقف كل موقف عملته في كل كلمة قلتها في كل تصرف اتصرفته الإنسان الأمين هو إنسان مدقق إنسان بيراجع نفسه على الدوام ما يعديش حاجة وما يصبرش على حاجة لازم على طول يفحص نفسه ولو عمل حاجة غلط يحاول بسرعة جدا إن هو يظبط هذا الخطأ يا ترى إيه هو مقدار أمانتي في علاقتي مع أولادي في علاقتي مع أسرتي هل يا ترى بخلص شغلي وبجري لان انا متلهف ان انا اشوف مراتي واولادي او زوجي واولادي هل يا ترى بحاول اقضي معاهم وقت وقت نجذب بيه بعض ونقرب نقرب من بعض من اجل انه روح الالفه والمحبه تكون موجوده على الدوام في الاسره ولما اي طيار او اي ريح غريبه او اي مشكله تيجي تلاقينا بالشكل دوت واقفين ومتماسكين واقفين يعني ماسكين ايدينا ايدينا في ايدين بعض كده فنقوم على طول نواجه هذا الفكر وهذا ال هذه المشكله ولا هل انا عايز ابسط لوحدي عايز افرح لوحدي عايز اكون مع اصحابي لوحدي عايز اكون مع صحباتي لوحدي وبالنسبه للولاد والشباب يمكن هم بينطبق عليهم الكلام ده اكتر اللي على طول حياتهم بتكون في اصحابهم طب فين ابويا وفين امي فين الحب الأسري وفين الوقت اللي أنا المفروض أن أنا أقضيه معاهم قد إيه بتبقى جميلة لما بنشوف الشباب حريصين جدا أن هم يقضوا وقت مع ربنا ويقضوا وقت مع أسرهم على قد ما يقدروا وقد إيه بتبقى صعبة خالص لما نشوف أن هم مش طايقين أن هم يروحوا البيت ومخنوقين هل يا ترى دوت في أمانة أحيانا يكون في أسباب كتير أدت لكده لكن أتليست أنا بعمل اللي علي أنا بقدم انا بتاجر بالوزنه اللي ربنا ادهاني هل انا بقول لاجلهم اقدس انا ذاتي هل في اسرتي بقدم القدوه ولا بقدم العصرة هل اولادي طلعوا شافوني ال ال الخمور وال والحاجات ديت موجوده في بيتي بصوره مستمره وبشرب منها على طول ولا الحاجات ديت ما بتدخلش بيتي خالص وعارف انه دوت مش مش حاجه مظبوطه آه ايه اللي بقدمه لاولادي ايه اللي بقدمه لاسرتي؟ هل انا حاطط هدفي على الدوام وقدام عينيا اني اني انا واهل بيتي نكون في الابديه ولا الهدف دوت بيتوه؟ الهدف دوت بيحوت شوي هل انت امين في علاقتك مع ربنا؟ امين في علاقتك مع زوجتك؟ امين في علاقتك مع اولادك ومع زوجك ومع كل اللي حصل او كل الامور اللي انت بتمر بيها؟ نشوف بمناسبه اللي حصل دوت اللي حصل مع يوسف مثلا كان انسان امين، انسان امين على زوجته اللي ما كانش لسه يعرفها، عارف ان هو لو عمل الشر دوت اولا بزناه بيخطئ في حق الله وبيخطئ في حق الانسانه اللي هو هيرتبط بيها بعد كده او يتجوزها بعد كده، بالرغم انه المثل او الايه المشهوره انه ما كانش لسه في ايه بتتكلم على خطيه الزنا أو أو وصية بتتكلم على خطية الزنا لكن نلاقي أنه الضمير الطبيعي كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ أمام الله الأعظم من كده كمان داود داود اللي شاول كان بيلتمس فرصة علشان يقتله نلاقي أنه لما داود جاله أكتر من فرصة ان هو يقتل شاول يقول إيه كيف أصنع هذا الشر العظيم وأمد يدي إلى مسيح الرب مش ممكن أبدا أعمل كده طب ده بقى ده موقف داود كان أصعب من موقف يوسف ليه؟ لأن يوسف ما كانش فيه وصية لكن بالنسبة لداود كان فيه وصية عارفين إيه هي الوصية؟ عين بعين وسن بسن لكن داود ما استخدمش الوصية ديت ما قالش لو أطلقته برغم إن هو لو أطلقه كان فيه خطورة على حياته لكن اهتم بالأول وبالأولى بصورته وبنظرة الله ليه عارف انه جايز ربنا يكون مديله الفرصه علشان يختبره او علشان يمتحنه وما ما عداش هذا الانسان ابدا وفضل يقول عنه لغايه اخر وقت ان دوت مسيح الله في حين انه انه شاول لما كان بيتكلم على داوود ما كانش طايق يشوفه ولا كان طايق يقول اسمه حتى يقول لي يونسان ابنه هو فين ابن ياسا هو ما جاش ليه ياكل النهارده ولا امبارح فين ابن ياس يعني مش طايق يقول اسمه من كتر كراهيته ولما يجي لداود الفرصه ان هو ينتقم من عدوه يقول حاشا لي ان امد يدي الى مسيح الرب حاشا لي ان امد يدي الى مسيح الرب لو فعلا عايز اكون صوره للمسيح السيد المسيح كان هدفه على الارض واضح كان بالليل يقعد يصلي وسط الليل ياخد ياخد نعمه ياخد شحنة علشان يعلمني هو ما كانش محتاج لأي دوت لكن عشان يعلمني اللي الأمانة أولا بتكون في المغدة وطول النهار بيعلم الشعب وبيشفي المرضى وبيعالجهم وبيشبعهم بيشبع نفوسهم وأجسادهم وأرواحهم عارف هدفه إيه كان بيفتدي الوقت عارف كل دقيقة ليها تمن كل دقيقة ليها تمن وهي دي الكلمة اللي أنا عايز أختم بيها حلقة النهاردة يا ترى إيه مقدار أمانتك في الوقت مفتدين الوقت لان الايام شريره سامحوني دي موضوع الوقت دوت ممكن يكون عايز حلقه لوحده وامانتي في الوقت لانه اكتر حاجه للاسف دلوقتي بنتساهل فيها هو الوقت اقعد على التليفون ساعتين ثلاثه قدام التلفزيون ساعتين ثلاثه على التليفون ساعتين تلاتة. فين 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 الوقت فين قيمه الوقت فين الانسان الحريص اللي يقول كفايه خلاص لازم اشوف انا ورايا ايه لازم استثمر وقتي بصورة إيجابية علشان أطلع لقدام مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة لو عايز تكبر في علاقتك مع الله وفي علاقتك مع الآخرين وعايز تنجح في خدمتك وعايز تنجح في شغلك وفي دراستك وفي كل عمل تمتد إليه يديك لازم تكون أمين هفكركم بالآية اللي قلتها في أول الحلقة النهاردة نعيما أيها العبد الصالح والأمين كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير ادخل الى فرح سيدك لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين